لاباس عليكم بخير، صحة لاباس. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد لاكيش، فريمون اون كيش اللي تجي هائله بزاف. عاد سي اون كيش لي سون باتوريزي اللي تجي بحال بيتزا سالي، بحال بيتزا ليكيد، ديك البيتزا السائله، ولكن هي اون كيش اللي تجي فريمون رائعه رائعه رائعه. وغنديروها في المول العجيب اللي دهنته بالزبده ودرت له رشيت عليه الدقيق ودرت له الزيتون مدور هكذا في داك الحفره ديالو، درت له الزيتون مدور. دونك عندي جوج بيضات، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ونص ديال الدقيق، عندي شويه تاع الخميره تاع الملحه، وعندي خماره وحده، عندي فلفله باللوان، عندي شويه الحبق، عندي بصله قطعتها شنايف وطيبتها مزيان وعسلتها، درت لها معلقه تاع العسل والملحه والبزار. ها هي عندي واحد الكميه ديال الدجاج اللي طيبته في رويز ديال الثومه والملحه والبزار، وعندي لي فروماج، عندي لي فروماج اللي بغيتو. دونك نبداو باذن الله. غناخذ الجوج بيضات غنطربهم مزيان مزيان مزيان، وغادي نزيد عليهم الزيت بالخيط بالخيط، ونتلاقاو ان شاء الله. دونك هنايا من بعد ما طربنا البيض والزيت تنحصلو على خليط بحال هكا، غادي نبدا نضيف، غنضيف بعدا الملح، وغادي نخلط الدقيق مع الخمارة، وغادي نبدا نضيف شوية تاع الدقيق مع شوية ديال الحليب هكذا، ونخلط بشي سباتول اولا مغرفة ديال العود ولا اللي بغيتو. هكذا وغادي نضيف عاوتاني وغادي نكمل الخليط كله ديال الدقيق والحليب. دونك هنايا من بعد ما خلطت الخليط كله، دونك غادي نخويه الوسط هكذا، فوالا بهاد الطريقة هادي. دونك غنخشيها في الفران طيب، ونتلاقاو ان شاء الله بوغ لا غارنيتور. دونك هنايا من بعد ما خرجتنا من الفران، دونك غادي نحطو عليها البابي وغادي نقلبوها. فوالا غنحصلو على هذا الشكل هذا، دونك غادي نزلوها فوق الطاوله. غادي نزلوها هكذا فوق الطاوله. دونك غادي ناخذ معلقه ديال لاصوص طوماط، فلفل باللوان،
دجاج اللي طيبنا مع رويز ديال الثومه و ملحه والبزار، يلا الحبق عندي، الفلفلة معسلة، البصلة معسلة، ديروها كلها فوق داك الدجاج، طيب بها الدجاج باش تطلق لي تطلق فيه ديك النسمة ديال التعسيلة، تيجي على طيبة الملح والحلو. و تندير لي فروماج، ريحة البصلة معسلة عرفتي تتشهي، فروماج عندكم خليط تاع لي فروماج ديروه، انا فريمون تجي لذيذة. عندي واحد الطريفات ديال الموزاريلا غادي نرميهم، هذا داك الزيتون اللي درنا، هكذا دونك غادي ندير الحبق اللي بقى، اولا لا ما عندكمش الحبق خدموا بالحبق يابس، سينو خدموا بالزعتر حتى هو تيجي زوين، ولكن الحبق عنده بده خاصه. وما تنساوش واحد معلقة ديال زيت العود، وغادي نخشيها في الفران باش تكراتينا، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. الكيش ديالنا هي هاتي، هانتوما تجي هائلة 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 بزاف 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 عاد، وبالصحة والراحة، وما تنساوش ديروا ابوني وتدقوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، صحتكم وبراحتكم.